عظيم جدا. طيب لو ابتديت اتكلم معاكي برضو شويه علشان الناس يبقى عندها ايمج او يعني الرؤيه واضحه شويه، حد ممكن يقول لك طب انا ايه اللي يميز لي ألب مالتي فيت عن اي مكمل غذائي تاني؟ يعني لما اجي اتكلم ايه الادفانتجز او ايه يعني ليه ألب مالتي فيت بمعنى اصح؟ مميزاته كتيره جدا جدا. اولا الاعلى في تركيز الزنك، ما اعتقدش اطلاقا في منتج موجود من المكملات الغذائيه فيها 23.9 يعني 24 ملي جرام، ده اعلى تركيز في الزنك. ومعاه كليت اللي انا قلت اللي بيشغله مع نحاس، النحاس انتي ايجينج، مضاد للشيخوخه. ده رجال وسيدات هنا بقى طبعاً. يخدم الاثنين طبعا هيخدم الاثنين. عندي ألب مالتي فيت داعم جدا كمضاد اكسده، احنا يوميا بنتعرض للاكسده، جسمي بيتعرض للاكسده، بشرتي بتتعرض للاكسده، شعري بيتعرض للاكسده، فلازم استخدم انتي اوكسيدنت. ألب مالتي فيت من اقوى المكملات الغذائيه كضد اكسده لاحتواء على فيتامين اي واحتواء على فيتامين سي. ثالث حاجه داعم جدا للمناعه. يمكن الناس ما كانتش مركزه في المناعه غير لما جه الفيروس. صحيح، بقت دي يعني ايه بدأنا نركز في المناعه، بس انا عايزه اقول ان في حاجات تانية كتير غير كورونا ان احنا لازم نعلي مناعتنا. سمعنا عن الفطر الاسود. الفطر الاسود بيصيب مين؟ اللي مناعته قليله بيتمكن منه، وطلع جدري مش عارفه ايه، فلازم طول الوقت حاجه اسمها الخنازير ولا حاجه، حاجات بقى الفونزا الخنازير ومش عارفه ايه وده زمان. لا، في حاجه قريبه كانت جدري القرود مش خنازير، احنا عمالين حيوانات بتتغير. فلازم طول الوقت ان احنا نخلي جسمنا حيطه سد لاي جسم خريبي يدخل، اعرف اعزز الخلايا المناعه بتاعتي. وده بقى مالتي فيت، لان اقوى فيتامينز للمناعه فيتامين سي مع زنك.